شو عملت؟ أوصت ميماتي؟ مينك أنت لحتى تتمسخر علي؟ مين أنا؟ شرف زازا أوغلو. شوف اسكندر بيك، أنا فتحت لك حضني بسبب ماضيك، وقفت جنبك بيومك الصعب. أنت شو عملت؟ بعتني بيومي الصعب لبنت منظمة كلها على بعضها ما بتسوى قرشين يوم الغلا، وبدل ما ترجع وتشرح لي حضرتك وتقلي هيك صار يا زازا، بتقوم بتقلي مينك انت؟ انت روح احكي لغة المافيا هاي لأولاد المشردين بالشوارع. لولاي انا كنت راح اضلك انتختخ بالحبوس لحتى تموت. يعني حضرتك ما بتعرف اني نمت 10 سنين بالسجن؟ نمت مثل البكوات والبشوات، كان ممكن تنام بالقبر بدل السجن. شو كأنك عم تخوفني بالموت والقبر؟ انت عجد ما بتعرفني؟ استنى لأكتب لك اسمي وكنتي بشي محل وانت اقراهم كل شوي لتحفظهم. مو هن اللي كتبوا اسمي بالهوية شرف يا اسكندر بيك؟ انا اللي كتبت اسمي شرف بدمي وعرقي. لسه ما بدي احكي لك عن زازا. انت ما بتصير رجال، كل هذا الوقت اللي عم تستنى فيه فرصة لحتى تصير رجال. أنا اليوم اقتنعت 100% بحياتك ما راح تصير رجال. أنت مالك سجاني ولا هون أوش؟ ليش ما عم تفهم أنت ها؟ أصلاً أنت ما عم تفهم شي أبداً. إذا أنا كنت موجود فوق راسك بتكون شي محرز، وبلاي أنت ولا شي. أنا ما بقى أحبك، يكون بعلمك ها؟